سلامة. جيت اليوم باش نحكي لكم على تجربتي في دو فويس، اما نفضل نحكي لكم على تجربتي في دو فويس من صحابي نتاع دو فويس اللي عرفتهم نحبهم برشا. دونك تابعوا الفيديو تتفهموا اش معناها دو فويس لي انا، وقديش تعرفت على عبيد مزيانين، وقديش كانت التجربه حلوه. ونحب نقول لهم العبيد هذوما اللي انا نحبكم برشا، وفما عبيد اخرين مش موجودين نحبهم زيدا. ونتمنى لهم بون شانس بون كونتينياسيون و بيزو. أمولة، حبيت نقول لك بون كوراج في حياتك فيما بعد The Voice، على خاطر انا فرحان برشا اللي عرفتك ديجا انت، وخاصة انت في عندك برشا انرجي بوزيتيف، وكنت تعاون فينا بالانرجي بال عاونتنا برشا أمولة، وسورتو شرفت هذايا مهما عملت، شرفت بلادنا ورفعت ريوسنا، وانت مثال بنين برشا وقوي برشا، وانا شخصيا نحبك برشا، وخليت انطباع ياسر مزيان، ونتمنى لك حاجه مخير برشا 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 في كاريرك بعد The Voice. بوسه كبيره أمولة. أمال يا أمال، أهلا، توحشناك. كنتمنى إن شاء الله تكوني على خير وبخير. اللي نبغي نقول لك هو أنني فخور بك بزاف، ولي كل شرف أنني عرفت إنسانة بحالك، كل طاقة إيجابية، كل فن. صراحة حببتيني في تونس، حببتيني في ناس ديال تونس، وهذا علاش اليوم أنا لابس توني ديال تونس. لي كل شرف نلبسه أكيد. الحاجه اللي نبغي نقول لك هي كنتمنى لك التوفيق، وان شاء الله مسيره موفقه، وانا عارفك ما الكارير ديالك ما غاديش تحبس هنايا، غادي تكملي وغادي تزيدي تعطي كل ما عندك. باي باي. مولا الغزاله، توحشناك بزاف، بقات بلاصتك بزاف، وان شاء الله تكوني على خير، ونشوفك ان شاء الله نجمه كبيره في الوطن العربي. صباح الخير، احلى امل في الدنيا. عملتي من الناس اللي كانوا مميزين جدا بالنسبه لي في The Voice، يعني تقريبا او مش تقريبا، انت اول شخص انا قابلته وانا نازل من المطار، وشفته وتعرفت عليه. من هناك ابتدت معك علاقه انا ما بقدر اسميها صداقه، لانها هي اكثر من الصداقه. كنت من اجمل الشخصيات اللي انا بجد عرفتها في حياتي، انسانه يونيك في كل حاجه، مميزه، فنانة في صوتك، في شكلك، في طباعك، في اختياراتك، ذكية في طريقة تعاملك مع الحاجات، إنسانة جميلة كصديقة، ويعني أنا ما أقدر أقول لك أختي الكبيرة عشان ما زالت العمر، لكن بجد والله يعني أمل أنت من أروع الحياة اللي مرت عليه في تجربة The Voice. إنسانة رائعة وإنسانة جميلة، إن شاء الله يا رب دائما تكوني في جمالك ده وفي تألقك ده. انت فنانه مش على مستوى الوطن العربي، بل على مستوى عالمي. ان شاء الله رب اشوفك في المكان اللي بتستاهليه، وفي الحته اللي انت قادره. وما بقدر اقول لك حاجه غير انه انا والله بحبك من كل قلبي، وان شاء الله رب دائما علاقتنا تكون دائمه، وقريب يا رب نتلاقى. امل يا امل، اولا وحشتيني جدا. تاني حاجه عايز اقول لك ان انت فنانه كبيره جدا جدا جدا، ويمكن دي احسن صدفة ان احنا نتقابل، واعرف فنانة كبيرة جدا زيك. تاني حاجة اعرف صديقة واخت ليا، ويمكن تكون انت من اقرب الناس ليا في البرنامج. احب اقولك ان دي مش النهاية، لا بالعكس، دي البداية ليكي، وانا عارف كويس قوي انت هتعملي ايه وهتكسري الدنيا، وعارف كويس قوي ان انت عندك هدف معين انت هتوصلي له ان شاء الله. فيا رب دايما اشوفك ناجحة ومبسوطة دايما، واسمع صوتك قريب اخبار حلو. I love you. الا بغيت نقول الشخص الطيب غنقول امل، ولا بغيت نقول لا بيرسوناليتي القويه غنقول امل، ولا بغيت نقول الصوت الخطير غنقول امل. واخا نبقى نهضر حتى الصباح ما غنقدرش نوصف لكم امل، حيت امل انسانه طيبه، غزاله، فنه،
لا داخل ديالها ولا برا. اختي امل ماشي صاحبتي، والله يوفقك يا ربي وتستاهلي كل خير. كان حماق عليك وتوحشتك بزاف. امل يا امل، J'espère que tu vas bien, ma chérie. Tu nous manques beaucoup. Je te souhaite plein de belles choses, plein de belles surprises. Je suis sûre que tu nous réserves bien plus que l'on attend. Love you, ma chérie. اللي عملت باركور طيارة على الاخر، ابداها من البلايند للاكابيلا اي سورتو الباتل. الباتل لا الواحد ما حدش يحكي، خاطر بالرسمي كانت حاجة اكسبسيونيل، وعملت حاجة بالحق طيارة على الاخر. دونك بداية علاش لازم تقول سبب مليان فرحان اللي نعرف عبد كيفك. دونك فوالا، بيس اند لاف اند كيب اب دوين يور ثينج، يعني because you're special, you're amazing. فما برشا حاجات نوصفك بيهم، يعني ديكسيونير كامل. فوالا، love you. Never be the same. Singapore. What's that sound? السلام عليكم امال، صافاش اخبارك؟ نتمنى تكوني بخير وعلى خير. بغيت نقول لك بانك فنانه وتستاهلي، وعندك المواصفات باش تمشي بعيد. نتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله. رضوان الاسمر.